بسم الله الرحمن الرحيم. اوتومايزر اولكس، اوتومايزر القدرة العالية، اوتومايزر ذات الحركة، اوتومايزر اولكس عالم زراعة جديد. ولما نقول اوتومايزر اولكس يعني انفراد وحصري لدى اولكس. اوتومايزر اولكس يعني 16 فونيا مزدوجة، يعني 2 في 1، يعني كل فونيا تشتغل اتجاهين، تشتغل 1 ملي و ملي ونص. اوتومايزر اولكس يعني 350 لتر. اوتومايزر اولكس يعني عجل عريض يقدر يشتغل معايا في الرمل وكل تأثيرات التربة، سواء كانت زلطية او رملية او حتى طينية. اوتومايزر اولكس يعني محرك 18 حصان. اوتومايزر اولكس يعني كرسي متحرك. اوتومايزر اولكس يعني كشاف اضافي. اوتومايزر اولكس يعني فرامل تيل. اوتومايزر اولكس يعني فلتر تنقية. اوتومايزر اولكس يعني 4 غيار. اوتومايزر اولكس يعني فتيس فصل. اوتومايزر اولكس يعني ترومبة قوية جدا. اوتومايزر اولكس يعني خرطوم ضغط زيت. اوتومايزر اولكس وداعا لكل ما هو شاق في عالم الزراعة من المشاكل الكبيرة اللي بتواجهنا، الرش و